بتصدقوا يا جماعة هذا اللي كان أمامكم هو الدكتور عمر رزاز رئيس الحكومة الحالي، ولكن في هذا الفيديو لم يكن لا دولة ولا حتى معالي، وإنما كان رئيس لمنتدى الاستراتيجيات وأطلق هذه المبادرة بالتشارك مع مؤسسات مجتمع مدني، سماها نداء المجتمع المدني الأردني للانتصار للعدالة الاجتماعية والوقوف في وجه الواسطة والمحسوبية. تخيلوا، اسمحوا لنا أن نرحب الآن بأحد الأشخاص الحقيقة القانونيين اللي كان الرزاز حريص على أن يكون ضمن هذا التحالف، ويحكي لنا قصة التحالف اللي صارت عام 2016. اسمحوا لنا أن نرحب بمدير مركز إحقاق للدراسات القانونية الأستاذ إسلام الحرحشي. أستاذ إسلام مساء الخير. مساء النور، أهلا. تحياتي أستاذ إسلام. يعني حابين نستذكرك معك، نرجع 3 سنين لوراء 2016 وقصة نداء المجتمع المدني الأردني للانتصار للعدالة الاجتماعية والوقوف في وجه الواسطة والمحسوبية بمشاركة الدكتور عمر رزاز رئيس منتدى الاستراتيجيات. اللي صار وقتها انه الدكتور عمر رزاز نادى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني للتحالف. نعم. كان في وقتها مناسبة تعيين عدد 109 من الأشخاص في مجلس النواب بتواطؤ واضح في ذلك الوقت بين دولة رئيس الوزراء في وقتها مع رئيس مجلس النواب. نعم. فالائتلاف اللي شكله ونادى له الدكتور عمر رزاز كان لمناهضة ومحاربة المحسوبية والواسطة والتعيين وتجاوز الأصول في التعيينات العامة في الوظائف العامة بشكل عام. نعم. يعني سواء في المناصب العليا او في اي درجه وظيفيه، بان لا يكون التعيين في الوظائف العامه باي درجه الا من خلال تطبيق النصوص القانونيه. النصوص القانونيه اللي كنا نحكي فيها بوقتها وكان ياكد عليها الدكتور عمر انه اهم شيء في العداله الشفافيه، كيف يتم تطبيق الشفافيه. واذكر ما ورد على لسان الدكتور عمر رزاز في ذلك الوقت أنه يتم الإعلان عن أي وظيفة شاغرة والتقدم لها للمنافسة أو عن طريق ديوان الخدمة المدنية. نعم. هذا كانت مطالبات الدكتور عمر قبل أن يستلم منصب الوزير أو رئاسة الوزراء. نعم. وكنا نشاركه في ذلك لأن هذا فيه مصلحة وطنية. المحاربة الأساسية، الركن الأساسي في محاربة الفساد في هذا البلد تأتي من أن يكون هناك عدالة والشفافية في التعيين في الوظائف العامة. نعم. الوظائف العامة اللي هي بتتحكم في الأموال العامة ويتقاضى هؤلاء الموظفين رواتبهم من الأموال العامة، يجب أن يكون هناك تطبيق سليم للنص. النص القانوني اللي عندنا في الأردن نص رائع سليم. النص نفسه بيقضي أن يتم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، عن شروط هذه الوظيفة الشاغرة، من يحق له الترشح لها، ما هي الشروط الواجب توفره فيها، كيفية الترشح، فتح باب الترشح، العرض هذه المتطلبات بعد أن يتقدم طالبي الوظيفة على لجنة مختصة، اللجنة المختصة تفرز الطلبات، بعد أن يتم فرز الطلبات يظهر من ينطبق عليه الشروط من الذين تقدموا بهذه الطلبات، يتم إجراء مقابلات مع من ينطبق عليه الشروط، بعد إجراء المقابلات مع من ينطبق عليه الشروط هناك مراحل أخرى للتعيين. هذا التسلسل في التعيين في الوظائف محدد للمناصب العليا. نعم. هنا دكتور إسلام، يعني كلامك اللي ذكرته حضرتك الآن هو الرد على اللي بيحكي أنه يعني هو حرام شقيق نائب يصير مسؤول أو بمنصب. لا، مش حرام، بس يدخل على هذا المسار، مش هيك؟ صحيح. واليوم الدكتور عمر رزاز اعترف. نعم. بالذنب والخطأ أمام مجلس النواب. وأنه لا يعفي نفسه من هذه المسؤولية. بس أنا يعني كنت أستغرب كلام الدكتور عمر رزاز أنه هو يعترف بهذا الخطأ، ومع ذلك يعني إذا أنت وصلت لمرحلة راقية أنك تعترف بالخطأ هذا شيء جيد، لكن يجب أن تتحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية، لا يكفي ما قاله الرزاز اليوم في مجلس النواب. نعم. أنه سيتم التدقيق يعني اليوم الدكتور رزاز بيقول رح نجيب هذول اللي عيناهم ونسألهم شو شهاداتكم. لا اعتقد انه ذلك كافي. يعني انت بعد ما تعين فلان تجيب انا بقول لك من الان معهم شهادات عليا وامورهم ممتازه، لكن لم يثبت ان هم الاحق بتولي هذه الوظيفه بالضبط مهما كانت شهاداتهم عاليه.
ربما يعني يكون أو غالبا أو أنا أكون متأكدا أن هناك من الأردنيين من هم أكفأ منهم وشهادات أعلى منهم وأحق منهم بهذه الوظيفة. على الأقل لكن هؤلاء الشفافية في التعيين اللي ذكرتها، التسلسل اللي ذكرته، الشفافية بالتعيين من الإعلان عن الوظيفة، الإعلان عن الوظيفة وشروطها وفتح باب الترشح هي بداية الشفافية في التعيين في الوظائف العليا. نعم يعني قبل، وهذا دائما عرضنا فيديو استاذ اسلام، عرضنا فيديو للرزاز في 2016 بيحكي كفى، يعني بيحكي خلص بكفي المناكفات اللي بتصير بين النواب والحكومة وهذه التعيينات اللي ما بتتم بأصل دستوري. تخيل والآن بعد الكفى أصبح يعني فاتح الباب للأسف الشديد على موضوع التوظيف خارج إطار الشفافية على الأقل. أيضا هنا عشان برضو الناس، ممكن كان هنا محاولات للفت النظر أستاذ إسلام على موضوع تعيين أشقاء النواب، ولكن في ناس مش أشقاء نواب وبرضو صاروا مسؤولين في مؤسسات كبرى بدون الطرق النزيهة. طريقة التعيين هي الأساس في أن نعتبر أن من تعين في هذا المنصب هو صاحب حق أو غير صاحب حق. طريقة التعيين حتى يكون الشفافية أن أنت بدك تعلن للملأ ما هي الإجراءات للتعيين وما هي الوظيفة الشاغرة وما شروطها. أنا بدي أقول هاي الوظيفة العامة هاي شروطها هيك، مين بحب يتوظف في هاي الوظيفة؟ هنا تبدأ النزاهة والشفافية. أما أنا حكى الرزاز جملة بدي أسمع تعليقك أستاذ إسلام، بعرفش إذا كان منفعل، يعني بده يبين أنه في خطوات قادمة من النزاهة بشكل كبير أو أنها واقعية. قال أنه المقابلات اللي رح تكون للوظائف العليا رح تكون مصورة تلفزيونيا. لا اعتقد ذلك كافي. انا لما اجيب اللي بدي اياه واعمل معاه مقابله واظهره بالطريقه اللي هي ممكن انها ترضي بعض الناس اللي ما عندهم احاطه كامله بالشروط الصحيحه القانونيه، ليس ذلك كافي. انا برجع باكد انه النص الدستوري واضح بالمساواه بين الاردنيين وحق جميع الاردنيين بالتولي المناصب العامه في الماده 22 من الدستور فقره 1 والفقرة 2 من المادة 22 أن يكون التعيين على المناصب في العامة والعليا ضمن الكفاية والمؤهلات، وهذا ما أكد عليه الملك بالأمس في زيارته لمجلس الوزراء. نعم يعني ومع ذلك الحكومات الأردنية على مر التاريخ لهذا اليوم لم تلتزم بذلك. حدثت مرة واحدة على ما أذكر أنا اللي مر علي على ايام حكومه عبد الله نسور اعلنوا عن وظيفه مراقب عام الشركات، تقدم لها مجموعه وقالوا انه هاي شروط الوظيفه وهي المتطلبات، تقدم لها مجموعه من الاشخاص وضعت جميع طلباتهم وشهاداتهم على جانبا وتم تعيين شخص ليس ممن تقدم. وهاي قمه الاعجاز العلمي. ولذلك يعني حتى هي المره الوحيده اللي انا والله بدي استنى اخر القصه، يعني اخر القصه بدي اشوف مين اللي تعين فيها. لا تعين وقتها شخص ليس ممن تقدموا للطلب. حلو، بس المهم انه عملنا امتحانات وعملنا اختبارات واخذنا بهذا ولم يتم انهاء الاجراءات القانونيه، يعني بداوا في اول مرحله وثاني مرحله ثالث مرحله وقفوا. وصار يعني انا بعرف احد الاشخاص اللي جمعوا مجموعه من الاوراق وشهادات الخبره عشان تتقدم لهذه الوظيفه، قلت ما شاء الله والله انا لما اشوف اوراقك انك انت، بعدين ظل يسأل عن الموضوع شهر شهرين ثلاثة ستة شهور ما تعين، فجأة ولا تعين أحد الأشخاص ممن لم يتقدموا لهذه الوظيفة. آخ بس شكرا أستاذ إسلام على المثال وعلى المداخلة والمعلومات القانونية المهمة والقيمة، شكرا جزيلا مدير مركز الإحقاق للدراسات القانونية الأستاذ المحامي إسلام الحرحشي، شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر مع مداخلة الأستاذ إسلام لنريح شوي بعيدا عن البرلمان وبعيدا عن الوظائف العليا والصغرى والواسطة والمحسوبية واللي كان يعترض على الواسطة والمحسوبية بهالزمانات. فاصل ونواصل.